بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم بإذن الله سنأخذ درس جديد في مادة الفقه، ودرسنا يتكلم عن نوع من أنواع العبادات وهي أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء، أولاً سنتعرف ما معنى الذكر. الذكر هو أفضل العبادات وأكثرها ثواباً، خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن، جالب للرزق، يحيي القلب ويورث محبة الله للعبد، ويمحو السيئات ويقوي القلب. ويقوي القلب فقط، لا، يقوي القلب والبدن، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن الذكر عبادة سهلة يسيرة، لا تتطلب منا لا جهدا ولا تأخذ منا وقتا ولا تتعب البدن، ومع ذلك أجرها عظيم وفضلها كبير. ما حكم أذكار الصباح والمساء؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مباح؟ حكمها: يسن للمسلم المحافظة على أذكار الصباح والمساء. إذن حكمها سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن حكمها سنة. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء تقال بعد صلاة العصر. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن أخبرنا الله في هذه الآية بوقت أذكار الصباح والمساء، وهو قبل طلوع الشمس أي بعد صلاة الفجر، وقبل غروبها أي بعد صلاة العصر. ما فوائد محافظة على الأذكار؟ أنا إذا حافظت على أذكاري ماذا أستفيد؟ أولاً القرب من الله تعالى ورضوانه وجنته، وكلنا يريد القرب من الله سبحانه وتعالى ومحبته ورضاه. ثانياً الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في محافظته على الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أذكاره. أيضاً الحفظ من الشياطين والسلامة من الشرور والآفات، فالذي يحافظ على أذكاره الله يحفظه من الشياطين ويحفظه من كل سوء ومكروه. أيضاً من فوائد المحافظة على الأذكار طمأنينة القلب وانشراح الصدر وذهاب الهموم. الطفل الصغير أو الرجل الكبير أو الشيخ الكبير الذي يحافظ على أذكاره يشعر بسعادة ويشعر بانشراح الصدر وبذهاب الهموم. نتعرف الآن على بعض من أذكار الصباح والمساء. من أذكار الصباح والمساء قل قراءة سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، كم نقرأها؟ 3 مرات. أيضا قراءة سورة الفلق، كم نقرأها من مرة؟ أيضا 3 مرات. قراءة سورة الناس، أيضا كم نقرأها من مرة؟ 3 مرات، ونكررها في الصباح وفي المساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أيضا من الأذكار سيد الاستغفار. فما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار هو قول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء من النهار
موقنا بها فمات من قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قال هذا الدعاء من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن دعاء وذكر سهل ويسير. أيضا من أذكار الصباح والمساء: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أيضا من أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقال 3 مرات. أيضا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ونقال أو يقال 3 مرات. أيضا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ويقال هذا الدعاء أو هذا الذكر 3 مرات. كلها أذكار سهلة ويسيرة. أيضا من أذكار الصباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ويقال 3 مرات. وأيضا: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا في المساء. أما في الصباح فيقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، يستبدلها مع أمسينا وأمسى الملك لله، نستبدلها ونقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، ونقول ونستبدل كلمة ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، نقول ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، ويقال هذا الذكر 1 واحدة. أيضا من أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده 100 مرة. كلها أذكار سهلة ويسيرة، تحفظنا من كل سوء، تزيدنا سعادة وطمأنينة. ماذا يجب علينا؟ يجب علي يا صغيرتي أن أحافظ وأحفظ أذكار الصباح والمساء، وأقوم بتسميعها على معلمتي، على والدتي، وأعلم أيضا إخوتي الصغار على هذه الأذكار. نجيب على نشاط رقم 2. قال الله تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نكثر من الذكر. لماذا؟ إذن السؤال يقول: دلت الآية على فائدة الإكثار من ذكر الله تعالى، فما هي؟ أحسنتم، الفلاح. إذن من يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يكون له الفلاح، والفلاح هو الفوز. وبهذا يكون انتهى درسنا لهذا اليوم. أجيبي عن الأسئلة. بارك الله فيك، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.